كتاب الفنون للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل ابن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، مما اشتهر طبعا وعرف هذا الكتاب طبعا بكثرة مجلداته، وأنه لم يصنف في الدنيا أكبر منه كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وقيل أنه بلغ 200 مجلدة، وقيل 400 مجلدة، وقيل 600 مجلدة، وقيل 800 مجلدة، وهذا مما يعجب له حقيقة ويعني يستغرب منه. ولكن لا يخفى أن الأولين كانوا في طبع مجالسهم وفي طبعا مسامراتهم وفي مناظراتهم يقتنصون الفوائد وطبعا ألفاظ العلماء فيجمعونها في الكتب، وهذا تصنيف من التصانيف، كما في صيد الخاطر. طبعا صيد الخاطر ما يجول به الخاطر ويخطر على بال الإنسان، وهذا كتاب الفنون أيضا من ألفاظ العلماء وأيضا من بطون الكتب، فوائد من بطون الكتب، وأيضا مما يعني يجول في خاطر الشيخ أبي عقيل، فجمع كتاب الفنون. طبعا هذا الكتاب فيه فوائد ونفائس ودرر وشوارد وأوابد وغير ذلك مما تجده. وفي هذه الطبعة الثانية طبعا جعلوا فيه ملحقات من طبعا كتب العلماء كالبدائع لابن القيم وكالإنصاف للمرداوي وكالفروع لابن مفلح والآداب الشرعية لابن مفلح وأيضا المبدع لابن مفلح الحفيد، وأيضا كتب أخرى ك يعني كتب أخرى جمعوها في الملاحق في آخر الكتاب. طبعا هو من جزئين، الكتاب من جزئين، ولم يوجد منه إلا مجلدين من ماذا؟ من مخطوطة باريس الأخيرة، ويليه ملحق الفنون كما ذكر من الكتب، وقد حققه محمد زكي عبد الحليم الخولي. وأيضا مكتبة الزاد العلمي في المدينة تبشركم بأنها وضعت خصم لهذا الكتاب لمتابعيني ب40 ريال، كان ب80 والآن ب40، فاستغلوا.